وكذلك الله جل وعلا احتج بأن الله يحيي الأرض بعد موتها. أنت تمر على الأرض هامدة ما فيها شيء، ما فيها أي عود وأي ورقة، جردة بيضة ينزل عليها الغيث ثم تربو تنتفخ طبقتها ثم تتفتق عن النبات، ثم بعد فترة وجيزة تصبح روضة خضراء فيها من أنواع النباتات والزهور والثمار. وكانت في الأول جردة يابسة، من الذي أعادها وأحياها؟ الذي قدر على إحياء الأرض قادر على إحياء الأجسام. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات بعد موتهم وإعادتهم كما كانوا. هذا من أدلة البعث، إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. ثم هذه الحبة اليابسة، حبة يابسة إذا سقاها الله بالماء انفرجت عن عروق وعن ورق وعن سيقان، ثم في النهاية كلها سنابل وتثمر، وهي في الأول حبة يابسة، حبة يابسة أخرج الله منها هذا النبات العجيب. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ النطفة مثل البذرة، هذه النطفة، النطفة بذرة، نطفة نقطة من الماء، نقطة من الماء يختلط فيها ماء الرجل وماء المرأة، نطفة ثم تتحول إلى دم، إلى علقة، إلى دم، ثم يتحول الدم إلى مضغة، إلى قطعة لحم، ثم يتحول قطعة اللحم إلى أعضاء وعروق وسمع وبصر وحواس، ثم تنفخ فيه الروح ثم يحيى. أليس ذلك بقادر؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالذي قدر على تحويل هذه النقطة من الماء الأمشاج، يعني المختلط من ماء الذكر وماء الأنثى، تحول إلى إنسان، هذا الذي خلق هذا الإنسان من هذا الماء وأنشأه قادر على إحيائه بعد موته. وإذا كانوا يقولون إنه يضيع في الأرض ويتفتت، الله جل وعلا يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالتراب الذي تحول من هذا الإنسان يعاد لحما ودما وعظاما كما كان، هذا الرفات يعاد ويتكون كما كان ولا يضيع منه شيء. وحتى لو فني كله صار تراب في شيء ما يفنى، وهو حبة يسيرة عجب الذنب لا يفنى، هذا منه يركب خلق الإنسان، هذا يبقى في الأرض وهو حبة صغيرة ما تشاف ولا تدرك، حبة صغيرة تضيع في الأرض، بذر، هذه بذر للإنسان. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني يعجزون الله عز وجل. ثم أيضا لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث على الله جل وعلا، وأنه يخلق الخلق للفناء فقط وليس لحياتهم وأعمالهم نتيجة، خلقهم وأوجدهم واعتنى بهم ويعملون
منهم من يعمل أعمالاً صالحة ويموت ولا ينال من جزائها شيئاً، ومنهم من يعمل أعمالاً قبيحة ومعاصي وكفر وإلحاد ويموت ولا ينال من جزائه شيء، هل ينتهي عند هذا؟ هذا فيه الطعن في عدل الله جل وعلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله لا يجعل المسلمين كالمجرمين، كلهم يموتون ولا ينالون من جزاء أعمالهم شيئا. ما لكم كيف تحكمون؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني ما فيه بعث الجزاء وجزاء للمحسن على إحسانه وعلى للمسيء على إساءته، هذا من باب العبث، أن الله يخلق خلقا ويتركه ولا يصير له نتيجة، ويعملون أعمالا سيئة وصالحة ولا يكون لها ثمرة ولا نتيجة، هذا من باب العبث ومن باب الطعن في عدالة الله جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله عن ذلك، أنه يكون خلق هذا الخلق ويتركهم يموتون ولا يصير لهم نتيجة ولا شيء، ولا يتميز المؤمن من الكافر، بل ربما يكون الكافر منعماً في هذه الدنيا وهو على المعاصي والكفر، ويكون المؤمن مضيقاً عليه في هذه الدنيا ولا ينال من جزائه شيئاً. هذا يلزم فيه الطعن في عدالة الله جل وعلا، ويلزم عليه أنه خلق الخلق عبثاً لا نتيجة له، وأن أعمالهم ستذهب ليس لها نتيجة. هذا من الطعن في حكمة الله وفي عدل الله سبحانه. فهذه من أدلة البعث، ذكرها الله في القرآن الكريم في مواضع متعددة. فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الستة، تكرر ذكره في القرآن الكريم.